البداية انطلاق حملة 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض الغير سارية للإطمئنان على صحة المصريين بعد كم شهر بدء حملة مكافحة فيروس سي بالمجان وتوفير العلاج للمصابين في مئات المستشفيات بعدها بكم شهر الإعلان عن حملة الكشف على الأمراض السمنة والتقزم لطلاب المدارس بعدها بكم شهر فتح عيادات لمكافحة التدخين وتوفير أدوية بالمجان ونصائح طبيه لمساعده المدخنين للاقلاع عن التدخين. ولسه باقي الحملات اللي بتتجهز واللي هيعلن عنها خلال الفترات اللي جايه. يعني باختصار هنخلص حمله ونبدا في الثانيه. نهج جديد انتهجته وزاره الصحه خلال الفتره اللي فاتت. كل ما فيه بيقول ان صحه المصريين اصبحت غاليه علينا. مش هنستنى لما تتعبوا وتجروا على المستشفيات علشان نعالجكم. لا احنا هنعمل خطوات استباقيه وقائيه هنجيلكوا لحد عندكم في الاماكن القريبه منكم هنتحايل عليكم علشان تساعدونا في اننا نرعى صحتكم ونحافظ عليها. امسكوا في الفرصه بايديكم واسنانكم استغلوا ان الدوله ووزاره الصحه بتجري وراكم علشان تساعدكم انكم تعيشوا كل دقيقه من عمركم بشكل امن. لا في جري على المستشفيات ولا صرف الماهيه على العلاج والدواء. فبلاش نبقى اعداء نفسنا ونرفض استغلال فرصه هتامن حياتنا ضد المرض اقسم بالله العظيم ان اراقب الله في مهنتي وان اصون حياه الانسان في كافه ادوارها في كل الظروف والاحوال باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والالم والقلق وان احفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله بازلا رعاية الطبية للقريب والبعيد المصلح والمخطئ والصديق والعدو وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني وأكون أخا لكل زميل في مهنة الطبية وأن تكون حياتي بصداق إيماني في سري وعلانيتي نقيا مما يشينني أمام الله وأمام الناس والله على ما اقول شهيد الفرق بين عمليه تحويل المسار القديمه اللي كنا بنسمع عنها وبين عمليه التحويل المصغر للمعده الحديثه زمان كان عمليه تحويل المسار بتتعمل لمرضى السمنه المفرطه جدا وكان بيبقى حجم معده صغير جدا وفي قطع في الامعاء وتوصيل توصيل بين الامعاء والمعده وتوصيله بين الامعاء وبعضها كانت اجراءات كتير حجم معده صغير مريض بيبقى ما بيعرفش ياكل كويس خالص بينزل في الوزن كتير جدا ونتائجها قويه جدا لكن كان بيحتاج ياخد فيتامينات العمر كله لو كل كتير بيرجع لو كل حلويات بيحصل له حاجه اسمها دامبنج ويهبط بيجيله اسهال متكرر عشان خاطر قطعة الامعاء الحقيقه تحويل المسار القديم اصبح ريبليسد تماما وتم الاستعاضه عنه بعمليه التحويل المصغر للمعده التحويل المصغر على العكس حجم معده كبير قد حجم المعده القديم بتاع تحويل المسار القديم تقريبا 8 مرات فبقطعش في الامعاء بوصل الامعاء من غير قطع وبالتالي مفيش اسهال مزمن ممكن يقرق المريض ويخليه اول ما ياكل يبقى عايز يدخل الحمام الكلام ده مبقاش موجود الفيتامينز المريض بياخدها من 6 شهور لسنه فقط الغريب ان التحويل المصغر على ده كله يطلع اقوى من التحويل المسار القديم مش بس كده اقدر اخليه اقوى واقدر اتحكم فيه اخليه يخسس المريض كميه بسيطه كل دي مميزات كمان التحويل المصغر بيتميز عن التكميم ان حجم المعده اكبر ما الجزء التاني من المعده وبيبقى حيوي تماما ووصل له الدوره الدمويه وما فيهوش مشاكل المريض مهما اكل حلويات اكل حلويات ما بيتاثرش وما بيتخنش تاني السكر بيروح تماما وما بيرجعش تاني وبالتالي اصبحت التحويل المصغر للمعده هو اقوى العمليات على الاطلاق عشان كل المزايا اللي احنا قلناها. وزاره الصحه بالتعاون مع باقي قطاعات الدوله بتنتهج نهج جديد بيهدف للحفاظ على صحه المصريين. مش بس علاجهم ده كمان وقايتهم من الامراض المنتظره. وده تجلى بوضوح في الحملات القوميه اللي شفناها ولمسناها على مدار الشهور اللي فاتت. زي حمله الكشف على فيروس سي و100 مليون صحه، امراض السمنه والتقزم لدى الاطفال، وحمله صحه المراه، وحمله مكافحه التدخين، وغيرها من الحملات المنتظره. المجهود العملاق ده بيخلينا نعمل وقفه ونلقي الضوء على هذا الكم الهائل من الانجازات الصحيه واللي هنناقشها النهارده مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتوره ريهام غلاب. مستشار وزير الصحه ومدير مبادره 100 مليون صحه للامراض الغير الساريه اهلا بيك يا دكتور اهلا وسهلا بك مشرفانا ميرسي ربنا يخليك اول حاجه ايه النجاحات اللي حققتها حمله 100 مليون صحه حمله 100 مليون صحه انقسمت لعده مراحل انا شايفه اهم مرحله فيها هي مرحله التوعيه وبعدين مرحله الكشف المبكر او المسح اللي احنا عملناه في كل الميادين وفي كل الوحدات الصحيه والمستشفيات ومراكز الشباب وقطاعات الدوله وبعدين بندخل على مرحله العلاج فانا شايفه ان اهم النجاحات واقوى النجاحات هي حمله التوعيه وكانت الجزء او السلسله الاصعب في سلسله المسح الطبي وبعدين في العلاج، لان من غير توعيه ما كانوش هينزلوا ولا يعملوا مسح طبي ولا كمان هيستفيدوا بالعلاج. ما هي التوعيه اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي هي الوقايه مش كده؟ آه التوعيه ممكن تكون وقايه وممكن يكون حضرتك اصلا آه اصبت بمرض من الامراض زي الامراض الغير الساريه او الامراض المزمنه او الامراض غير المعدية وبعدها حضرتك عايش بيها مش بطريقه صح فبالتالي أدينا في الآخر الوفيات حضرتك تعلم إن 84.5% اه بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية من الوفيات هي بسبب مضاعفات الأمراض غير السرية. الأمراض غير السرية أو الأمراض المزمنة أو الأمراض غير المعدية زي الضغط والسكر والسمنة وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض السرطان فهي أمراض اه مزمنة بيتعايش معها الإنسان. بنحمد ربنا ونشكر فضله حين أصبت بالمرض. دوري بقى كبني ادم او كانسان ان انا ازاي اعرف اتعايش معاه في النسب المقررة لي بحيث ما اصيبش لا قدر الله بمضاعفات يعني انا لو مريض سكر كتير قوي من النتائج اللي طالعه ان في بعض الخدمات موجوده والعيادات موجوده والادويه متوفره بس المواطن ما بينزلش ما بيتابعش ما بيحللش بياكل غلط ما بيمارسش آآ آآ نشاط بدني بيدخن دي كلها عوامل خطوره مع السكر او الضغط اللي عنده او السمنه اللي عنده ممكن تؤدي بقى للسكتات الدماغيه للجلطات القلب لقدر الله البتر القدمين او القدم السكري فهي المشكله مش في ان انا اصيب بالضغط او سكر او امراض غير الساريه المشكله ان انا ابقى واعي ازاي اعيش معاهم لو جولي او احمي منه نفسي منهم ازاي لو انا عندي فرصه كبيره او عامل خطوره للاصابه بيهم. طيب يعني هنا احنا بنتكلم على التوعيه ليها شقين. شق ان هو نقي نفسنا من الامراض والشق الثاني ان لو عندنا المرض نتعامل ازاي؟ معاه ازاي ونروح لمين تمين ونعالجه ازاي طيب آه يعني آه يعني انا بشوف آه مبادره الرئيس السيسي لمكافحه الامراض الغير السرية والسمنه انها محققه نجاحات واضحه وبسمع كمان راي الناس آه بيحكوا لي يعني في ناس بتيجي تقول لي انا رحت وعملت وسويت و والناس متشجعة جدا ودي حاجة بصراحة يعني تحسب الحمد لله الحمد لله حضرتك بتشوف الكلام ده فعلا على أرض الواقع مع كل الناس في كل المحافظات بص الحمد لله كان عندنا ربنا سبحانه وتعالى كان طبعا اول سبب في التوفيق ده ودعم فخامه الرئيس ومعالي الوزيره لما اديتنا كشباب اعملوا ده خلانا نشتغل بشكل مختلف ايه الشكل المختلف عشان نشوف ده ان احنا غطينا او اشتغلنا بشكل منهجي في اداره التسويق او اداره يعني بزنس موديول او يعني ممكن يكون شكل اداره اعمال قوي ان انا اقدر اوصل لكل فئات المجتمع كل واحد بخاطبه بالطريقه اللي هو عايزها حضرتك لو شفت اجمالي عدد الناس اللي نزلت هنلاقي اكتر من 35% منهم شباب نقدر نقول شكل تسويقي بشكل تسويقي ممنهج وصلنا خدنا مصداقيه عند كل الفئات من فئات نزلنا القري والنجوع، الفلاحين كنا بنوعيهم على الجرارات، المزارعين والصيادين كنا بنوعيهم في مراكب في قلب البحر في بحيرات المنزلة وغيرها الشباب اشتغلنا على السوشيال ميديا اشتغلنا على فيسبوك اشتغلنا على التلفزيون اشتغلنا على الارض اشتغلنا على الفيديو عملنا كل فتحنا كل الوزارات تعاونت معانا وزاره الشباب والرياضه فتحت لنا كل مراكز الشباب الحقيقه معالي وزير الشباب والرياضه اه زللنا كل العقبات اللي ممكن تقابلنا في الجزء ده وزير التربيه والتعليم معالي وزير التربيه والتعليم عملنا حمله الانيميا والسمنه والتقاسم في المدارس والتوعيه بالنسبه للمدارس معالي وزير التعليم العالي قدرنا ان احنا نشتغل في الجامعات وعملنا بروتوكولات تعاون في, في هذا الصدد اشتغلنا في كل حته فبالتالي سمعنا في كل حته بس هو كان الاهم ان احنا ازاي نخاطب كل فئه باللي هي تطلبها باللغه اللي, باللغة هي, اللي هي تطلبها طيب حضرتك كلمينا كده او نرتب المبادرات لان هي مبادرات كتير بصراحه <applause> وكلها احنا حافظينها بس نرتبها مين الاقدم واللي بعده واللي بعده والنجاحات النجاحات اللي حصلت في كل مبادره من دول احنا لو رتبناها في الاول هنقول احنا بدانا بحلم كان اسمه القضاء على فيروس سي في مصر بعدين جت تعليمات فخامه رئيس الجمهوريه ان احنا كمان نشمل الامراض غير السريه اللي هي كانت الضغط والسكر والسمنه فقط فقوينا مبادره كبيره اسمها مبادره رئيس الجمهوريه للقضاء على فيروس سي والكشف عن الامراض غير السريه ده طبعا كان تعاون بين الحمله القوميه للكشف عن الامراض غير السريه اللي بشرف ان انا اكون مديرتها وزملائي في اللجنه العليا للفيروسات الكبديه لمشروع فيروس سي بعدها اكتشفنا حاجه مرعبه جدا ان نسبه السمنه في مصر ان هم الناس اللي بيتمتعوا ببادي ماس اندكس او مؤشر كتله الجسم في الشكل النورمال او المعدل الطبيعي هم حوالي 25% بس احنا هنا بنتكلم على التخن او السمنة مش عايزه اقول التخن السمنه بالزبط اللي هو ليها درجاتها درجاتها فاللي موجودين في درجات السمنه اللي مسموح بيها او الطبيعية, الطبيعية خالص اللي المفروض يكون عليها اي واحد 25% بس من الستين فقط فده كان ألارم يقول لنا خلي بالكم. النقطة التانية إن أنا كان كنت موفرة مراكز علاج للضغط والسكر في كل المحافظات، عندي 302 مركز مطور مدرب الأدوية متوفرة فيه. اكتشفنا إن في ناس عندها ضغط وعارفة إن عندها ضغط وضغطها عالي جدا. وناس عندها سكر كانت تعرف أو ما تعرفش وبرضه سكرهم عالي جدا. فعملنا عملنا مبادرة جديدة اللي هي زي اسمها التوعية، حملة التوعية. طيب دول هنعمل معاهم إيه؟ السمنة زي ما بيقولوا انا عشان ارفع التوعيه ده نقش على الحجر كان لازم برضو زي ما بيقولوا ايه نتشقلب لهم اللي هو احنا م. هنعمل كل حاجه ممكنه ان انا اجذبك واحط لك المعلومه ازاي لدرجه ان الطفل في البيت بقى عارف دلوقتي ان انا كلت ده ما كلتش ده بافلام كرتون موجوده فانشقت مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم من سن 6 ل 12 سنة بتخبي الفئة العمرية دي بلغتهم هخاطبهم ازاي بلغتهم. قاعدين ماسكين غلط ماسكين التاب ده حاجه غلط جدا بس هم قاعدين ماسكين ده قاعدين بيتفرجوا على الـ على الانترنت او قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون او بيروحوا المدرسه فعملنا لهم العاب في المدرسه سلم وتعبان وحاجات وفلايرز وحاجات فيها صور وعملنا لهم كمان افلام كرتون باسم سوبر امين يقدروا كل المصريين وكمان الامهات لو عايزه تعرف ازاي تاكل ابنها وازاي الولد ياخد اكتر استفاده ممكنه وتفرجوا على الكرتون ده هيدخلوا على صفحه جيل بكره يكبر بصح على فيسبوك وعلى ويشوفونا على الانستجرام هيبقى ممتع جدا بالنسبه لهم. اتولدت بقى مبادره اكبر اسمها مبادره رئيس الجمهوريه لدعم الحياه الصحيه. المبادره دي دي يعني عملنا فيها كل حاجه ان انا اوصل ازاي حضرتك تقدر تلعب رياضه بشكل بسيط جدا مش اقول تلعب رياضه مارس النشاط البدني. بلاش تاخد التوك توك لاخر الشارع. بلاش تطلب اوبر عشان يوديك مشوار لو مشيتوا على رجلك عشر دقايق حاول تمشي آه انزل خد ابنك وبنتك واعمل تواصل فعال مش التواصل اللي احنا بنشوفه في البيت اللي ما بنتكلمش فيه مش التواصل الافتراضي وانت رايح مشوار او رايح توصله الكورس بتاعه او رايح توصله مدرسه امشي معاه اتكلم ما هي برضه مقاطع غير سليمه من ضمنها المينتال هيلث او الصحه النفسيه قدرنا نقول فيها الحياه ازاي تاكل هيلثي او تاكل صحي تاكل صحي مش بمعنى ان حضرتك هتروحي تجيبي حاجات غاليه وتعملي مش عارفه لا سمو والأكل الصحي بإيه؟ متوفر الاكل الصحي حضرتك بسيطه معلومه بسيطه جدا كنت بقولها لهم شيلي طبق المخالل اللي موجود على السفره تمام وحطي فيها طبق السلطه اللي في في فيه انتي اوكسيدنت فيه فيتامينز وفيه نقصنا على وقدام السلطه العظيمه استاذه سوسن بدر في اعلانات التلفزيون م. وهي بتقول ان ازاي حتى الناس بتروح الشغل الصبح تاكل اكل ما ينفعش يتاكل ازاي بقى والاهم تقلع عن التدخين لان ده ثالث عامل من عوامل الخطوره للاصابه بمضاعفات الامراض النفسيه ده, ده بقى احنا عايزين نقف عنده شويه أه لان طبعا احنا بنعمل عملنا حلقات كتير عن التدخين وبنحاول يعني على قد ما نقدر من ناحيتنا احنا في الحكيم في بيتك نوعي الناس على قصه التدخين ايه المبادرات اللي عملتها وزاره الصحه علشان التوعيه دي توصل لكل واحد في مصر التدخين احنا لو اتكلمنا عن ان انا لو هصرف وقت او فلوس او مجهود في ان انا اقول كله كويس وعشان اقول كو امشوا او مارسوا رياضه اني من اكبر عامل من عوامل الخطوره مسببه لمضاعفات الامراض غير السريه او لا قدر الله الوفاه هو التدخين وبالذات المنتشر في شبابنا وبقى حاجه واجهه اجتماعيه مش بقى حاجه منبوذه فالتدخين كان قدامي زي ما عملنا في 100 مليون صحه طريق واحد. انا مش بقول لك ان التدخين وحش. انا أقولك لك ان التدخين وحش وهوفر لك العلاج بتاعه مش بس العلاج الفيزيكال او المرضي كمان العلاج النفسي للاضطرابات اللي بتحدث في اعراض انسحاب التدخين او سواء كانت سجاير او شيشه او سيجاره الكترونيه او وات ايفر وكمان مش بس كده انا هنزل لك بالتوعيه دي في الجامعات في مراكز الشباب في الشوارع سوشيال ميديا صفحتنا بتقول لك خطوه خطوه هتحس بكذا اعمل قصاده كذا هتحس باول فتره ان انت مش عارف تنام تعال لنا عياداتنا هنديك نتابع معاك وهنديك اه يعني احنا حاجة بنقول للمدخن عليها. انت لو لو ابتديت ايه اللي هيحصل معاك كمان اول وه... خطوه في الاقلاع عن التدخين هو انه يقول انا هقلع عن التدخين ويجي لنا بعد كده والمهم ان هو ده شيء كويس يعني احنا كنا بنفتقده في 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 تواصل بين الاطباء او بين الجهات اللي بتقدم خدمه صحيه والمرضى هو التواصل نفسه انا لما اقول لك انت لو خل... لو لو نويت تقلع عن التدخين هي... اول يوم يحصل لك كذا ثاني يوم يحصل لك كذا سبس. وممكن تحس بكذا ولو حسيت بكذا اعمل كذا فالحاجات دي كلها فيها متهيألي نوع من انواع الابداع وال... 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 والانوفيشن زي ما بيقولوا حاجه جديده بنعمل إن بنفكر أنا... بره الصندوق ان انا اشتغل شغل ان انا اكتب على علبة التدخين التدخين دار جدا بالصحه واديها كلهم ماشيين بالعيبة مكتوب عليها التدخين دار جدا صحيح. بالصحه اتصل على الخط الساخن واسال لكن احنا عملنا لهم عيادات بقى علشان نساعدهم انا عم هم... العيادات أوه. بصراحه انا يعني بشكر الامانه العامه للصحه النفسيه دكتوره منى عبد المقصود والاداره العامه لامراض الصدر دكتور وجدي الاثنين دول قعدنا ميتنج وحطينا الخطه التنفيذيه الخطه التنفيذيه ان انا عندي تو باس مرضى القلب جميعا او والصدر معظمهم عندهم مشكله في الامراض الصدريه فلازم يتعالجوا تحت اشراف استشاري صدر امراض صدر فكل حد هيدخل مستشفى الصدر هيتعمل له اورينتيشن ويدخل عياده الاقلاع التدخين لو كان مدخن ونقدم له الخدمه مش بمزاجه بقى لازم دي. هنقدم له الخدمه <applause> لا هو مش لازم بس انا بوصل الناس انها تعدي على المعيز. اولا يبقى عندي مصداقيه بالنسبه لها وكل واحد عايز يقلع عن التدخين بس مش قادر والعيادات دي في كل حته يا دكتوره 30 عياده على مستوى الجمهوريه في امانه الصحه النفسيه وفي الصدر وهنزيد ان شاء الله باذن الله هنزيد كمان في اماكن يعني مش هنتكلم بقى ان احنا في فئه او سيجمنت زي ما حضرتك قلت مبدعين او خارج الصندوق لازم ننزل الجامعات يبقى في عيادات متنقله جوه الجامعات للشباب لان يعني الفئه دي اكبر فئه مدخنه ده حاجه في الجامعات دي انت بتاخدي الموضوع من اوله فدي حاجه عظيمه يعني احنا ما بنستناش بقى لما المدخن خلص. يبقى بقى له 15 و20 سنه بيدخن وبعدين نقول له اه انسى ال 15 و 20 سنه دول وتعالى ابتدي من جديد ده احنا بالزبط. بناخده وهو لسه بيجرب بالظبط فطبعا ده حاجه متهيالي ان هي هتبقى مفيده جدا يعني انا دلوقتي لو انا بدخن وعندي نيه بسيطة كده إن أنا أبطل تدخين. <applause> لا أنا مش عايزة يبقى عند حضرتك نيه بسيطة، أنا عايزاك تقول أنا مش هدخن. هتعمله معايا إيه؟ حضرتك عندك طريق إن حضرتك هتساعد نفسك تقول أنا هدخن تاخد قرار وهتدخل تشوف الفيديوز بتاعتنا والطرق بتاعتنا هيحصل لك إيه لما يحصل لك قلق أو توتر هتشوف نفسك كذا يعني آخر بوست نزل النهاردة بيتقال إن توتر أو رغبتك في السيجارة بتاخد خمس دقائق. فحضرتك في اثناء الخمس دقائق دول هتاخد نفس قد كذا هتكلم حد قريب منك هتخلي حد تقول له ان انت بتقلع عن التدخين فيبقى عامل دايما وانت بتكلمه تقول له انا حاسس بكذا كذا فيديلك لك كلمتين يشجعك فالمسجات النفسيه دي بتنفع كتير عند حضرتك بقى مشكله في امراض الصدر توجه لمستشفى امراض الصدر فورا حاسس ان هي عاده حاسس ان انت متوتر حاسس ان انت بتاخدها عشان عندك ضغوط عصبيه حاسس باي حاجه يعني شدك للتدخين عيادات أمانة الصحة النفسية عيادات نظيفة جدا، عيادات مجهزة جدا، بصراحة ناس متعلمين كويس قوي، عملنا تدريبات على الجايد لاينز وأنا شخصيا سافرت بره مصر تلقيت هذه التدريبات إن إحنا إزاي نمشي مع المدخن للآخر لغاية ما يقول أنا بطلت تدخين. طيب أنا عندي سؤال هنا. يعني الأهاوي وإحنا بنتكلم التدخين ده فيه سجارة وفيه شيشة. والشيشه دلوقتي عماله يعني انتشرت وبتنتشر اكتر. طيب هل في تفكير او اتجاه ان احنا نعمل هذه التوعيه في داخل الاماكن اللي فيها تدخين مش هقول قهاوي بقى نعملها في كل حته، نعملها في كل حته، مش بنسيب حته لدرجه ان احنا عملنا اتوبيس وفرق موسيقى لف جميع الجمهورية للتوعية دي الكافيهات النوادي مراكز الشباب الجامعات التلفزيون الأوتدورز الأطفال في المدارس الانفوجرافز اليوتيوب كل ده احنا مش سايبين حتى هو الناس كلها عايزة تدخل بس مش عارفة تدخل فاللي مش عارف يدخن بس يكلمنا او يتواصل معانا على صفحه 100 مليون صحه او يروح عيادات التدخين هيلاقي اللينك موجود على الصفحه الرئيسيه في 30 عياده منتشرين في الجمهوريه وفي زياده مقبله ان شاء الله او يتواصل معانا عبر الخط الساخن. طب في نتائج ملموسه بارقام انتم متابعينها ولا هو التردد على العيادات زيد جدا اه اه زايد جدا, أو أو جداً الفتره اللي فاتت لدرجه ان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بدانا ب 18 عياده الناس تعرف. وصلوا 30 عياده مم. والناس بدات تعرف والاهم من الناس تعرف هي دي بقى سر نجاح 100 مليون صح الاهم من الناس تعرف ان الناس تصدقك ان انت آه. هتعرف تعمل معاها حاجه طب دكتوره الدوله مصره على مكافحة التدخين ليه؟ الدولة مصرة على مكافحة التدخين لأنه أهم عامل من عوامل الخطورة الإصابة بمضاعفات الأمراض غير السارية لو حضرتك بتتكلم على الحفاظ على صحة 100 مليون مصري أو على كمان عودته في الاستثمار في العنصر البشري أو العبء الاقتصادي على الدولة هنلاقي أن 75% من العمليات في مبادرة قوام الانتظار هي تدخلات سواء قلب مفتوح، قسطره قلب، مضاعفات امراض غير ساريه صحيح فمين مننا ما سالش في يوم من الايام او ما دورش على سرير رعايه مركزه فاضي لجلطه في المخ لنزيف في المخ لجلطه في القلب لحاله قدم سكري كل ده هيتوقف كل ده موجود بسبب الامراض غير الساريه اللي الناس بتتعامل معاها بكل بساطه بس الناس لما تفهمها هتعرف هت قد ايه دي مهمه ان احنا في الاخر نكون ب مليون صحه والله يا دكتورة يعني أنا بشوف الحملات دي ناجحة بشبابها ومبادراتها وبالطاقة الإيجابية اللي موجودة على القائمين على الحملات دي الدكتورة ريهام غلاب مستشار وزير الصحة ومدير حملة 100 مليون صحة للأمراض غير السارية يعني أهي الدولة هي قررت تساعدكم وتدعمكم وتقف وراكوا علشان تحافظ على صحتكم وبتنفق المليارات في سبيل خفض أعداد المرضى والمصابين فما ينفعش بقى إن إحنا نطنش ونخاطر بنفسنا وما نلتزمش بتعليمات الحفاظ على صحتنا بحجج واهيه زي الكسل عن الكشف او الاستمرار في التدخين ولا ممارسات عادات غذائيه غير صحيه حملات الدوله عاوزه تحافظ على صحتكم لان صحتكم غاليه علينا فقرتنا خلصت بس حلقتنا لسه مستمره استنونا بعد الفاصل الموضوع النهارده عن معضله الملاهي او الدوار الحركي أه ما الفكره ان احنا بنتزن بايه الفرق بيننا وبين العربيه او الحيوان اعزكم الله الحيوان ماشي على اربع رجول العربيه ماشي على اربع رجول والتوك توك ماشي على ثلاث رجول احنا ماشيين على اثنين ومتزنين طب ليه عشان ربنا خلق لنا قنوات الاتزان لو شرحنا الفار هنلاقي في قنوات اتزان موجوده لكن وظيفيا لا تشريحيا فقط فاحنا قنوات الاتزان دي هي اللي بتدي اشارات للمخ احنا قاعدين واقفين وطبعا اشارات عنيفه وفي الفيمتو ثانيه مش في الثانيه الملاهي بقى بتعتمد على ايه ان انا بدي اشارات غلط وكتير للمخ فبقلبك بقلبك وبقعدك وبنيمك في لحظه فانت تدوخ دي فكره معضله الملاهي لو حصلت بقى الملاهي ليه كمرض اللي هو الدور الحركي الحاد دور الحركة الحاد بيبقى نتيجة مشكلة في قنوات الاتزان السائل اللي فيها بيبقى عامل كريستالات كده زي الرملة بيبقى فيه مشكلة فده بيؤدي إلى إن أنت لازم تعدل الكريستالات دي بتمارين مش بعلاج طبي. حاجة تانية تميز بدور الحركة بتاع أنف وأذن إنه ملوش علاقة بالمجهود، أنت ممكن تبقى مريح في البيت جدا بتقلب على السرير أنت نايم ودايخ، ممكن تبقى بتصلي ودايخ، ممكن تبقى باص فوق دولاب ودايخ، فرجاء لو عندكم حاجة من المشاكل دي تزوروا أقرب دكتور أنف عشان نحصل على افضل النتائج من الزراعة محتاجين يكون عندنا عظام فك صحية وسليمة وأهم من كده ان يكون عندنا لثة سليمة ساعات كتير نتيجة الالتهابات المتكررة في اللثة اللثة بتصاب بانحصار أو إنها بتكون ضعيفة يفضل إن إحنا وقت الزراعة نكشف عند الطبيب الخاص بأمراض اللثة عشان نتأكد إن اللثة سليمة لو اللثة عندنا فيها مشكلة أو ضعيفة ساعات كتير بنحتاج إن إحنا ناخد رقعة لثوية تغيير الفصول ارتبط عند أطفالنا بأنواع مرضية معينة زي برد الشتاء وحبوب الصيف وحساسية الصدر في الخريف اللي هو موضوع فقرتنا واللي الأطفال بالمعنى العامي كده بيتبهدلوا فيه من الكحة والإجهاد وأعراض مرضية تانية كتير هنحاول نتجنبها ونساعد أطفالنا إن هم يعبروا بدايات الخريف بشكل آمن وبدون أزمات صحية رحبوا معايا بضيفي في الاستوديو الدكتور اشرف شعلان استاذ طب ونمو الاطفال اهلا بيك يا دكتور ومشرفنا اهلا, أهلا دكتور احمد ازي حضرتك حضرتك عارف بقى احنا دخ خارجين من الصيف وداخلين على الخريف والخريف النقله دي بالذات مرتبطه في ذهن الناس بشويه حساسيه كده بيجوا للاطفال والكبار بس احنا هنهتم بالاطفال لان هم اللي هيعدونا فحضرتك ايه اسباب الحساسيه اللي ممكن تيجي في فصل الخريف احنا طبعا بنتكلم على الحساسيه الصدريه وليس الحساسيه الجلديه هي صحيح. دي هي دي اللي بتنشط اعراضها في فصل الخريف والاعراض بتبقى يعني بايخه للاهالي عشان التكرار هي كل شويه بتيجي فالاهل بيكونوا يعني عندهم هم من دخول الخريف. الاسباب نبدا نقول ان لازم يكون هناك استعداد شخصي عند الطفل ان هو يجيله الحساسيه مش كل الاطفال عرضه لهذا المرض بعضهم وبعضهم لا أه بتسال سؤال دايما هي ليها شق وراثي اه ليها شق وراثي أه طبيعه التكوين الخلايا الدم اللي يعني بيحصل منها خروج لبعض المواد اللي بتؤدي الى ضيق الشعب الهوائيه ديت ليها اصول وراثيه هل لازم يكون كلها اصول وراثيه لا في بعض الاطفال من الحساسيات دي من غير ما يكون هناك اصول وراثيه مباشره من الاب والام او الاخوات او الجدود فنمره واحد في الموضوع يكون هناك استعداد شخصي عند الطفل نمره اثنين وده بالنسبه لنا الاهم لان ده اللي ممكن نمنعه هي العدوات الفيروسيه الإنفلونزا واي عدوات فيروسيه في الجهاز التنفسي عاده عند الطفل اللي عنده استعداد عالي بتقلب بحساسيه بعد ما تبتدي ك عدوى فيروسيه عاديه الاطفال اللي ما عندهمش استعداد عالي مش عاده بتقلب يعني في بعض الاحيان تقلب وبعض الاحيان لا اذا وقيتنا من الامراض الفيروسيه للجهاز التنفسي العلوي والسفلي طبعا بس العلوي اهم هي دي اللي هتقينا من حدوث الحسيات وتكرارها الكثير هل نستطيع ان احنا يعني نمنع الحساسيه خالص مش بالظبط ولكن بنحسنها كتير طيب ممكن تكون اعراضها ايه يا دكتور العرض الاولاني اما تقلب بقى بحساسيه هي الكحه نبتدي الكحه دي دي اول حاجه اول حاجه ويتلوها بفتره قصيره او طويله حسب استعداد الطفل نفسه سرعه النفس فالاهل هيلاقوا النفس الطفل مش عارف ياخد نفسه بسهوله نفسه سريع او بالبلدي كده بينهج نهجان وبعدين في كلمه ثانيه يعني بعض الناس بيستخدموها كتعبير عن حدوث صوت اثناء النفس بيقولوا بينت ملهاش دعوه بالانترنت اه oh. بينت اللي هو وهو بيتنفس بيعمل كده <applause> ودي برضو دليل على صعوبه أخدان النفس نخش بقى في مرحله اكثر تقدما وهي الصفاره اللي الطفل بيتسمع من صدره صفاره حتى لو من غير سماعه طبيب يعني هي اللي قاعدين جنبه يقدروا يسمعوا صفاره في صدره ده معناها ان الشعب الهوائيه ضاقت قوي لدرجه انها ابتدت تعمل صوت وده عادة بيتبعه درجة نهجان شديدة اللي هو الطفل وده يعني درجات الحساسية درجات وكل درجة بيبقى ليها العرض اللي خلي الأهل ينزلوا بسرعة بسرعة دلوقتي يا ممكن نستنى ساعتين ثلاثة يا ممكن نستنى لغاية تاني يوم فدي مهمة قوي يعني نقدر نقول العلامة الخطر في موضوع الحساسيه بيكون هو النهجان ولا هو الاصوات اللي احنا بنسمعها سواء كان النت او السفارة آه لا هو الخطر هو النهجان والسفارة اما بتيجي عاده بيبقى معاها نهجان يعني ما بيبقوش بعاد عن بعض قوي لان هي القصه كلها آه مش هستنى اما الطفل صدره يقفل عشان اجري بيه لان احنا هنا صدره يقفل خالص يعني مش عارف نفس عشان عشان اجري بيه على الطبيب لان هنا احنا الموضوع مش 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 يعني ما بيعديش ببساطه قوي كده فكل ما كان العلاج ابتدى بدري كل ما انا حسيت ان الطفل ده ممكن ما يوصلش لدرجه شديده من قفله الصدر. ما هو حضرتك المشكله هنا ان الامهات اول ما بالطفل بيكح بتدي له ده كح خصوصا لو كان مش مش مصحوب او مصاحب لاعراض اخرى زي الزكام او او درجه حراره لكن بيبتدوا يعالجوا الاطفال من من نفسهم هنا انا متهيالي ان هم لازم يبقى عارفين اذا كان الطفل عنده حساسيه ولا أو في اول مره وتاني مره وتالت مره امتى بتيجي الحساسيه للاطفال يعني يبتدوا احنا نقدر نشخص الاطفال عندهم حساسيه وهتبتدي تجيلهم بصفه منتظمه في كل خريف امتى بعد سنتين بيبان بعد سنتين اه بيبان بعد سنتين خلينا نقول ان اثناء السنتين الاولانيين ممكن يحصل نهجان وممكن يحصل ما يسمى حساسيه كاذبه او بعض الناس اللي هي الاسم العلمي بتاعها البرونكيولايتس بتديني تديني اعراض قريبه ولكن ما اقدرش اشخص انها حساسيه وانها هتكون متكرره بعد كده ممكن تيجي مره وما تجيش تاني انما احنا بنتكلم على من هو اعلى شويه من سن سنتين اللي هو ممكن في اول مره الام متبقاش عارفه طبعا ان دي هتبقى متكرره فيما بعد بس اي علامه من النهجان او سماع صوت في في السفاره ما نستناش لان الانتظار ممكن يوصلنا الى ان انا محتاج حجز في مستشفى محتاج اكسجين يساعد الطفل على التنفس محتاج محاليل في الوريد عشان ادي فيها موسعات شعب هوائيه عشان تكون اسرع من من غيرها والامهات بقى اللي عندهم اطفال اتشخصوا فعلا ان هم حساسيه هم بيكونوا اكتسبوا بعض الخبرات بتساعد الطبيب وبتساعد الطفل في العلاج امتى يبقوا يعني مصحصحين جدا ان الحاله دي خلاص هتبتدي تقلب هي بسرعه انزل بيبقوا فاهمين بيبقوا فاهمين وفي بعض الحالات احنا بندي حاجه للطفل مؤقته لغايه ما نشوفه لانه ممكن قوي يبقى يعدي كام ساعه على ما الطبيب يشوفه وكم ساعه دي ممكن تبقى يعني مش في صالح الطفل فدايما الطفل اللي احنا عرفنا خلاص احنا كاطباء يعني ان ده طفل مريض بحساسيه الصدر بيبقى في حاجات بنقولها الامهات تعملها لغايه ما الطبيب يفحصه طب احنا عرفنا ان الاطفال ممكن تصاب بالحساسيه للصدر من ابتداء من سنتين هل في سن ممكن نقول ان هو لما يوصل له الحساسيه دي تقل او تختفي عاده من 8 ل 10 سنين 95% من حالات الحساسيه ديت بيختفي ويمكن اكتر كمان. طيب قبل ما نخش في العلاج انا بس عايز اعرف عشان نطمن الناس الفرق بين الربو والحساسيه. مفيش فرق هما الاثنين واحد هي الحساسيه كلمه شيك للربو للربو يعني انما هو نفس المرض يعني هو نفس المرض هو ونفس العلاج نفس العليل. المرض يعني بالعربي بن بنطلق عليه الاسمين دول يعني هي ببساطه كمان في حاجات وقائيه يعني احنا يهمنا أوي ان احنا مش موضوع ان انا اخوف يعني انا بحاول اعمل تاكيد على عدم الاهمال في حالات الاطفال دي لان احنا شفنا حالات كتير جايه في مراحل متاخره جدا جدا والام يعني مش مقدره او الاهل مش مقدرين عواقب التاخير على هذه الحاله فعشان كده احنا بنحاول دايما نلفت نظر ال الامهات في الامراض اللي التاخير فيها مش في صالح الطفل اه انما خلينا نقول ان كمان الوقايه مهمه من هذا المرض والوقايه زي ما قلنا في البدايه ان هم اه يبقوا اه واخدين بالهم من الانفلونزا ولو رجعنا لورا شويه العدوات الفيروسيه ديت ليها في الاطفال دول بالذات يهمنا قوي ان هم ياخدوا تطعيمات الانفلونزا الفيروسيه في بدايه الشتاء عشان نقلل عدد مرات الانفلونزا الفيروسيه اللي بيتعرضوا اليها وبالتالي الانفلونزا الفيروسيه ديت ممكن تقلب بعد كده بحساسيه صدريه في نفس الدور بعد يوم او بعد نص يوم او بعد يوم ونص او بعد يومين فبنقي الطفل من هذا فده اول حاجه، ثاني حاجه في الوقايه ان في بعض الادويه اللي هي تخلي الخلايا اللي بتتفتح وبتطلع المواد اللي بتسبب ضيق الشعب الهوائيه، الخلايا دي بتخليها اقوى فما بتتفتحش بسهوله م. وما بيطلعش المواد اللي فيها ديت بسهوله، فده بيخلي الطفل يا اما ما بيجيلوش الحاله دي يا اما بتيجي مخففه يعني بتبقى احسن كتير من في تكرارها وفي قوتها من ان هو لو مش واخد هذه الادويه الوقائيه. أه... نيجي بقى لتل... لسرعة بداية, بداية العلاج ده بيخلي الحالة تطورها يبقى أقل أه... في أثناء كل دور من أدوار الحساسية وكل طفل بيكبر زي ما قلنا كل ما الدنيا بتتحسن فدي بتبقى غالبا حاجة مؤقتة ونادرا ما بيستكمل ده الطفل في بقية حياته بمرض ال... الربو يعني اللي هو عند الكبار وفي نفس الوقت برضو ال... ال... العلاج بتاعها أنا كنت لسه هسأل حضرتك على العلاج لأن طبعًا أكيد علاجها مختلف عن علاج أدوار النزلات الشعبية أو البرد العادية. بالظبط. علشان بس نفرق لأن طبعًا هنا خطورة إن الأم تدي الأدوية من نفسها. وحضرتك عارف الأطفال دايمًا في الشتاء بتبقى الأدوار نوعًا ما متكررة. فالأم بتروح للدكتور أول مرة بعد كده لما بيجي له المرض أو يجي لأخوه تقوم الجهة هو. إحنا لازم نبقى بنفرق دايمًا بين بعض الامراض ودي ما حدش هيعرف يعملها غير الطبيب. لا هي في نقطه اهم والله يا دكتور احمد يعني من واقع تعاملي بقى مع الامهات يعني انا لامسها كويس قوي. آه الكحه طبعا عرض مش مرض والعرض ده ممكن يكون لامراض مختلفه. صحيح. وعلاجها مختلف وبعض الاحيان علاج الكحه اللي نبع من مرض معين يضر علاج الكحه برضو اللي نابعه من مرض اخر. فساعات الام تكلمني انا حافظ الطفل وحافظ الام وعارفهم كويس قوي. دكتور أنا في في مارينا والولد بيكح هديله إيه؟ مش هقدر أرد عليكي. لأن أنا مش عارف نوع الكحة إيه. أصل يا دكتور هي الكحة بتاع كل مرة. أنا ما أقدرش أجزم بده. شوفي أقرب دكتور, دكتور ليكي طبعا. يبص عليها. فيعني حتى الـ الـ العلاج بالتليفون من الدكتور اللي متابع الحالة في الحالات اللي زي دي ما ينفعش. فكمان إحنا كأطباء لينا بروتوكول للعلاج. مش مش كل الحالات بتاخد نفس العلاج في نفس الوقت بنفس الجرعات. آه وده عالميا في آه يعني مؤسسات عالميه طبيه آه اجتمعوا وحطوا قواعد لعلاج هذا المرض في مراحله المختلفه. وحاجه مش سهله قوي يعني. فاقصد اقول ان العلاج مش ثابت فلازم نخلي بالنا ان احنا بنفصل العلاج حسب حاله كل طفل بتاعة النهارده مش على الحالة اللي فاتت والعلاج لازم يدخل فيه البخاخة؟ مش لازم مش لازم هو ده بقى القواعد اللي محطوطة أو العالمية تسمى الجايد لاينز اللي محطوطة عشان خاطر نستعمل ايه؟ امتى؟ مع مين؟ طب حضرتك ذكرت بعض الأشياء اللي ممكن تقينا أو تقي أطفالنا من الحاجات دي احنا عارفين الاطفال بيحبوا يلعبوا ويخرجوا فتره الخريف دي بيبقى فيها شويه يعني الجو ما بيبقاش ثابت فيها وبيبقى فيه تراب بيبقى فيه حاجات تانية كتير هل الاطفال اللي عندهم حساسيه واللي احنا عارفين ان هم عندهم حساسيه خلاص احنا زي ما حضرتك قلت من سنتين بنبقى عارفين لحد على الاقل 10 سنين فهل الاطفال دول لازم نمنعهم ان هم يخرجوا يلعبوا بره في فتره الخريف بص حضرتك هو اغلب اسباب الحساسيه في الاطفال ما بتكونش لا اكل ولا تراب. بتكون فيروسات. ولكن هناك نسبه ال ال الاكل بيعمل لها ضيق شعب هوائيه والتراب وال والأرواح النفاذه بيعمل لها ضيق شعب هوائيه، فانا دايما بقول للاهل ناخد الجانب الاحوط، احنا مش هنخسر. مش بس موضوع الخريف اه انما احنا بننظف بيت النهارده. والستار عليها تراب مثلا والولد قعدنا نخبط 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 طب ما انتي بتهيجي التراب في البيت آه بعمل حاجة وبحمر وبقلي والولد واقف معايا في المطبخ طب ما انتي بتشمميه دخان ده آه بابا بيشرب سجاير او ماما بتشرب سجاير طب ما هو ده ما ينفعش وهكذا ده احنا بنحط برفانات طب ما هو برضه ده ما ينفعش او بنرش ومنح... علشان الدبان او بنرش علشان الدبان مم فيعني في بعض الاهالي بيقولوا لي لا انا ما اقدرش انزل من غير ما احط برفان خلاص خد البرفان بتاعك معاك وحطه على السلم بالظبط وباخده معاك في الشغل وابقى رجعه طب انا يعني. على نقطه مهمه الحيوانات في البيت ده بقى موضوع اخر الحيوانات في البيت وال وكمان من الحاجات الظريفه جدا الدباديب الفرو والموكيت اه وال والبطاطين الصوف الـ الـ مع مباشرا مع النفس في بعض الاطفال بيعملوا مشاكل فده بيحتوى على حاجه اسمها المايتس وحاجات كده بتبقى لا ترى بالعين المجرده لا ترى بالعين مجردة ولكن هي موجوده فالاطفال اللي متكرر معاهم آآ آآ مرض الحساسيه ومش باين له سبب لازم يبقى قاعد في اوضه ما فيهاش لازم البطانيه تكون محاطه بملايه قطن من كل الجوانب حتى بقول للاهالي دايما حط كيس ملايتين كده خيطهم في بعض اعملهم زي كيس وحط البطانيه في وسطيهم وسرجي كده البطانيه في الملايه عشان ما تبصش منك اثناء الاستخدام وبعد ما الملايه اللي بره دي تتوسخ فك السراجه واغسليها ورجعيها تاني بديب الفرو والكلام ده لا خلينا, خلينا في البلاستيك اللي هي ما فيهاش يعني الدباديب الفرو هنقدر نتخلص منها بسهوله لكن الحيوانات هي اللي هتبقى صعبه شويه اما الحيوانات لازم. فطبعا برضو حسب الطفل في اطفال م. على طول آآ آآ بيتعبوا من الحيوانات فده ما ينفعش يتربع حيوان في البيت الدكتور اشرف شعلان استاذ طب ونمو الاطفال احنا بنشكر حضرتك على النصايح المهمه دي اللي خدناها من حضرتك النهارده شكرا يا شوفوا بقى مقوله الوقايه خير من علاج لازم يكون ليها مكان في في موضوع فقرتنا النهارده ما تستناش ان ابنك او بنتك يصابوا بالحساسيه الخريف وتحاول تعالجهم لا ابدا من بدري ساعدهم ان هم ما يتصابوش بيها من الاساس وفي حاله لا قدر الله الاصابه روح للدكتور المتخصص وهو هيساعدهم ويقولك تعمل ايه فقرتنا خلصت بس حلقتنا لسه مستمره استنونا بعد الفاصل <applause> الطلب المتكرر عاوز اخس الاجابه اعمل رجيم سؤال تاني عملت وخسيت بس خايف ابطل لا ارجع اتخن تاني الإجابة بقى تعالوا نعرفها من ضيفتنا في الاستوديو اللي هتعرفنا إزاي نثبت وزننا بعد انتهاء فترة الرجيم ونرحب مع بعض بالضيفة العزيزة الدكتورة هبة المغربي أخصائية التغذية يا دكتورة أهلا عايز ابطل أه. اعمل رجيم عملت رجيم ومش عايز اعمل تاني بس كل ما ابطل اعمل رجيم برجع اتخن تاني اعمل ايه ما هي الفكره ان الواحد عشان يوصل للوزن المثالي او لو او او طريق الدايت ده مرحلتين المرحله الاولى اللي هو الدايت اللي, اللي هو مثلا عندك 20 30 كيلو بتنزلهم المرحله الثانيه بقى ان احنا نحافظ على ال ال نحافظ ازاي طيب ما هي هي ليها كذا فاكتور او عامل يعني الناس اللي هي بتعمل دايت وبتبطل وبتقف وبترجع تتخن تاني ممكن يكون في حاجات خارج يعني عن ارادتهم مثلا حصل مشكله في الغده الدرقيه فابتدى الحرق يقل شويه عوامل بتاثر زي الأيج اللي هو السن والساكس يعني سيده او راجل طبيعتهم حرقهم قليل او او عالي دي حاجات ما بيبقاش لينا يعني يد فيها قوي الحاجات بقى الغلط اللي بتتعمل في الدايت نفسه اللي بتخلي الواحد يرجع تاني هي دي بقى المشكله يعني ممكن الاساس يبقى في فتره عمل الرجيم في فتره طبعًا الدايت طبعا يعني مثلا لو حد ماشي على فيري ستريكت دايت او دايت قاسي قوي اوكي يعني حد حارم نفسه من النشويات من دي 1 في في الرجيم حد عامل من الدايتس حضرتك لو تسمع الدايتس الموضه دلوقتي الجديده اللي هي انا اصلا ببقى دايما ضدها زي الكيتو والاتكنز والحاجات دي كلها الحاجات دي كلها ونس ان الواحد وقف الرجيم بيرجع تاني فعشان كده انا ببقى ضدها من الاول خالص يعني احنا المفروض الانسان بيتبع نظام غذائي من الاول خالص يكون متوازن طب بالراحه اس... بس يا دكتوره حضرتك آه. معترضه على الكيتو ليه؟ هو ايه الكيتو ده؟ لا ما اصل الكيتو ده هيب للناس دلوقتي ده عباره <تصفيق> عن <applause> ايه يعني ببساطه كده نقوله للناس انا عملت قبل كده حلقه عن الكيتو دايت بس الكيتو دايت ده بيعتمد على يعني على الدهون مينلي ولا والبروتين وبتشيل النشويات بالفاكهه بكل حاجه أه أه يعني نمنعها خالص ي... اه طب ما طبيعي ان انا بعد ما امنع الحاجات الحلوه دي ح... يعني اول حاجه اعملها بعد ما فتره الرجيم تخلص ان انا اخش عليها على طول بالظبط هو ده اللي طبيعي. انا بقوله ومحدش بيصدقني طب وده يتخن <applause> المشكله في الاستمراريه يعني ال... دلوقتي اه طبعا هيتخن اولا الكيتو ده هو طبعا مفيد في حاجات ما هي. هو الك... دايت الكيتو ده احنا اصلا بنستخدمه في حالات الصرع اصلا ده حاجه يعني معروفه من الصرع. زمان جدا ايوه مم. ولكن دلوقتي برده هو الناس اللي بيبقى عندها سكر عشان بنمنع عندهم من النشويات وكده بيحسن الموضوع ده قوي عندهم فخلاص اوكي لو احنا هنستخدمه لفتره معينه من الرجيم في اخر كام فتره مثلا اخر كام كيلو مستنيين ان هم ينزلوا اوكي اللي هم دايما بيبقوا آه صعبين اه ممكن انا ما عنديش مشكله ولكن احنا نبتدي من الاول خالص نعمل مثلا كيتو دايت ونرجع نخس 20 30 كيلو وبعد كده لما نيجي ناكل تفاحه ندخن طب وليه احنا عملنا ايه فهو ده اللي انا بقوله ان في حاجات اثناء الدايت من الاول خالص لو اتعملت بتخلي وانس ان احنا لانه ما فيش استمراريه ما فيش حد هيقعد على لايف ستايل طول عيشته ما ياكلش نشويات ونشويات ايه ده ما فيش فاكهه كمان يعني مش بس يا ريت عيش رز وخضار وبيبقوا مبسوطين بقى بالبروتين اللي داخل والفاتس اللي داخله ويديله فاتس هم فاهمين الفاتس غلط م. الفاتس اللي مسموحه في الرجيم ده مش المايونيز اللي احنا هناكله واللحمه اللي هي كلها البرجر الجميل ولا الفاتس اللي هي كلها دهون مشبعه لا مش هي دي احنا عايزين الحاجات اللي هي كلها اه الاوميجا اللي فيها الفاتس الصحيه اللي هي الاوميجا 3 زي اللي في الاسماك وفي المكسرات وكده طب يعني انا دلوقتي لو بطلت رجيم ورجعت اتخن هل في وسيله زي ما حضرتك قلتي هو مش معقول الواحد هيفضل على لايف ستايل زي ما بيقولوا او على طريقه حياه كده يفضل ماشي عليها على طول مم. صعب وخصوصا ان طبعا ممكن يبقى في عزومه هنا ممكن يبقى فيه عشاء هنا لا هو الكلام ده اصلا ممكن يتعمل اثناء الدايت يعني احنا عمرنا يعني حتى في الدايت ما هو ده بقى اللي نقول ان احنا عشان الاستمراريه تبقى موجوده ويحصل مينتننس احنا المفروض نتبع نظام غذائي من الاول حتى لو احنا عايزين ننزل وزننا يكون مناسب لهذا الشخص متوازن اه متوازن يبقى دي اول خطوه حاجة. نعملها ان احنا قبل ما نعمل في رجيم كتير قوي في انواع رجيم كتيره قوي لكن لازم نبتدي الدكتور بالمتوازن. يختار لنا نظام بالزبط. الرجيم المتوازن آه. اللي هو مش هيحرمنا فما يحصلش عندنا شغف بالزبط. ناحية حاجه أسل... معينه الفكره من حاجتين ان الجسم بيتحرم من الحاجات دي فونس ان هو اكلها هيتخن والحاجه الثانيه هو البيشنت نفسه او المريض نفسه بيحصل عنده زهق هو هو خلاص زهق فمش هيبقى فيه كومبلاينس للرجيم ده طيب لو عملنا الرجيم المتوازن <applause> ازاي نحافظ على وزننا بعد ما نبطل الرجيم ده ولا احنا هنفضل عاملين رجيم على طول كده لا هو الرجيم المتوازن اي guarantee يو يعني اؤكد لحضرتك ان لما بيبطل ده لو حد طبعا بتختلف من شخص للتاني لو حد مش عامل رجيمات كتير قبل كده وكده يعني لو حد جه من 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 الستارت كده من البدايه ابتدى يعمل رجيم متوازن ويخس والدكتور يفصل له ريجيم يعني ليه هو شخصيا يناسب سعراته بالاكتيفيتي بتاعته بسنه بكل حاجه وخس بطريقه صح يبقى اي ان هو لو قعد سنه بعديها مش هيتخن الا 2 3 كيلو في السنه دي هو ده اللي بيعمل حسابهم فيها يعني بس ده لازم يسمع برضو كلام الدكتور بعد <applause> الريجيم يعني هل ممكن ان انا او اللي عايز يعمل دايت آه يفضل يتابع مع الدكتور؟ في ناس كتير بتحب تتابع مع الدكتور وفي ناس بيبقى خلاص بديها ارشادات فخلاص بتتبعها ولما بيحسوا ان هم زادوا 2 3 كيلو يرجعوا ولكن في ناس بتحب انها تفضل متابعه مع الدكتور مثلا اسبوعيا او شهريا بتبقى يعني بتبقى اختيارهم يعني حضرتك سكرتي رجيم للي عمل رجيم كذا مره ما هو كل الناس بتعمل رجيم كتير ما هي دي المشكله اللي احنا بنتكلم فيها انا, أنا بعمل دايماً رجيم الناس وبرجع اتخن احب الناس اللي بتجيلي جالي فريش كده محدش جديد رجيم. اول مره يعمل ريجيم ده سهل يكون راح بالظبط ما حد يكون عك كتير واخد ادويه كتير وعمل دايتس كتير وكده ساعتها بقى بضطر لازم الاقي له دخله يعني هو ده اللي بنقعد بقى ايه نلعب معاه ونعمل له شوك بقى ونشوف هنخسسه ازاي انت عارفه برضو قصه الرجيم دي هي مش في الرجيم نفسه لان اللي بيعمل رجيم متكرر ده اللي بيقع في المشكله اللي احنا بنتكلم فيها هو حتى لو لقيت له دخله هل ممكن يرجع تاني يتخن بعد ما يعمل الرجيم بالدخله اللي حضرتك هتظبطيها له؟ يس هيرجع يتخن تاني؟ ايوه طبعا لا يتخن؟ اه على حسب بقى كل حاله تختلف عن التانيه لو ما سمعش الكلام اه يعني تقريبا كده اصل حضرتك عارفه ساعات <applause> بيبقى في مناسبات آه العيد رز وفته والرز والفته فيهم رز وفيهم عيش ماشي يا دكتور هو احنا في يعني هو احنا مش في الدايت. بناخد يوم اصلا فري يعني ما هو كده كده يعني اذا كان بقى ده في الدايت لما نبطل دايت لا يعني فور اكزامبل انا واحده كنت زدت في وزن في وقت من حياتي ونزلت بالطريقه صح وبالتالي انا محافظه دلوقتي وباكل كل حاجه فهي ملهاش علاقه يعني طب الحلويات اصل انا ممكن احافظ برضو على الاكل واخد بالي منه بعد الرجيم نتيجه ان انا طبعا الواحد بعد ما بيعمل رجيم آه الناس بتبقى عندها جسم كويس مم. ورجعوا تاني لـ لـ للخفه بقى. اللي هم كانوا نفسهم تبقى يبقى موجوده عندهم لكن نفسه بتروح للحلويات آه والحلويات عندنا طبعا آه في حلويات جميله بتاعت مولد النبي وفي حلويات شرقيه جميله وفي حلويات غرب غربيه جميله برده تورته وجاتو آه يعني الحاجات دي برده ما بتتخن وهو <applause> مش هيقدر يمنع نفسه عنها <applause> ماشي أنا ما بقولش نمنع هو كل حاجة بتبقى بالمعقول يعني ما حدش قال ان احنا مثلا في الاعياد او في المناسبات او كده يعني اذا كان في الدايت ممكن ادي شوكولات عادي في فيعني كل حاجة بتبقى محسوبه ما هو في الدايت هتشترطي علينا ان احنا ناكل شوكولات دارك و وهتشترطي ان هي تبقى بكميات قليلة جدا الواحد عبال ما بيأكلها في الدايت اه ولكن المينتننس بعد كده بعد الدايت بيختلف بيبقى في رولز يعني, يعني في حاجه اسمها مينتننس آه في حاجه, حاجة اسمها المينتننس اللي هو ايه الاستمراريه او أي. الثبات يعني مثلا انا ممكن اقول للبيشنت مثلا يقعد اربع ايام ياكل زي ما هو عايز م. ثلاثه يظبطهم يعني بتبقى يوم على حساب يوم لها طريقه حي. يعني اه وفي رولز معينه انا بديها للبيشنتس دي للبيشنت علشان يفضل ما يزيدش بقى في الوزن يعني حاجات كده بيفضل ماشي عليها طول عمره مش في الاكل في حاجات معينه في الاكل كويس يعني آه اللي بيعمل دايت او ريجيم بعديه لازم ياخد باله ان هو ممكن يلخبط الدنيا في كام يوم بس لازم ده, عشان كده انا قلت عدريك متهيأ متهيالي ان هو لازم يتابع مع الدكتور بتاعه أيه. آه ان شاء الله كل 3 شهور او ست شهور لان هو هيتسمح له ان هو يلخبط الدنيا وفي الحاله دي هياكل كل اللي نفسه فيه بس لازم يبقى <applause> عارف ان في الحمد 3 ايام ثانيه يعني, يعني دانية بيحبوا يرجعوا لي برده في المنتنس فيعني في مفيش مشكله انا فعلا بظبطهم والحمد لله الحمد لله بتبقى الدنيا ماشيه مظبوطه ولما بنحس ان في بقى اي خلل او اي حاجه بنبتدي بقى يلحقها من الاول آه. طيب الناس اللي ب... اللي بتعمل جيم ويبقى وزنها آه رقم معين م. وبعدين يرجع راجل او ست يخشوا في الوزن اللي هم كانوا نفسهم يبقوا فيه م. ويرجع تاني بعدها بست سبع شهور يرجع اكتر من الاول اهو ده بقى بسبب الريجيم الغلط من, من الاول يعني هو ده اللي انا بقوله لو إن حد حارم نفسه قوي السؤال هنا هو سبب الرجيم الغلط انا معاكي لكن هو لو ما اتبعش الطريقه اللي حضرتك هتديها له بعد كده علشان يمشي عليها مم. على الاقل يرجع لوزنه اللي كان عليه، ليه يرجع آآ آآ يعني وزنه اكتر؟ هو الحرمان الجسم بيبقى في ستارفيشن، الحرمان الفظيع القاسي، يعني واحد مثلا ياكل سلطه وعايش على فاكهه وموز والواحد بيسمع حاجات غريبه بصراحه. فطبعا انت لو اكلت حاجه واحده بس هتفرغ لا جسمك بيبقى في ستارفيشن مود، يعني في جوع. حاله مجاعه. مجاعة. فلو مصدق اي حاجه ياكلها عشان يخزن يخزن يخزن. يخزن. يعني هي دي الفكرة ان انت الحرمان القاسي قوي ده بيرجع يرجعك تاني إنه تايم واكتر كمان يعني اهم حاجة في الموضوع م. ان برضو نوعية الاكل اللي هيبتدي يتبعها بعد الرجيم اللي هو عمله مم. هو ده عشان طبعا هو اصل الواحد بيتعب في الرجيم يعني مم. الناس بتتعب في الرجيم في ناس والله بتتعب على الكيلوز اللي هي اللي هي خستهم دول ده حتى في الفري بتحال عليهم بيستحرموا ان هم يلخبطوا بس لا يعني مم. ما انا بقول لحضرتك ده الاود يعني بالظبط في ناس مم. بتتعب في الرجيم فمن حقها ان هي تلاقي مخرج كده حاجه بسيطه يعني ايوه ايوه الدكتوره هبه المغربي احنا بنشكر حضرتك جدا على الحلقه الجميله ميرسي يا دكتور يعني ثبات الوزن يا جماعه ما بيكونش من خلال اتباع نظام رجيم سليم وبس لا ده الاهم متابعه البرنامج الغذائي علشان نضمن ان جسمنا هيفضل على وضعه الجديد بدون زياده حلقتنا خلصت بس موضوعاتنا متجدده الى اللقاء